إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني تقاربوا إلى الأمام، ما كان من متسع يكون في المؤخرة إن شاء الله، تقدموا. أما بعد، أيها المسلمون، سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام من أعجب السير التي كررت في القرآن الكريم، وهي سيرة حافلة بأحداث كثيرة، ففيها هجرة الخليل ورحلاته، وفيها دعوته للمشركين ومناظرته، وفيها صبره وثباته في ابتلاءاته. وما ذكرت في القرآن بهذا التفصيل إلا ليستفيد منها قارئ القرآن، ولا سيما في أزمنة المحن والفتن وتبديل الدين وتحريف الشريعة ولبس الحق بالباطل وبيع الدين بثمن بخس، بل بذله بالمجان لإرضاء الخلق من دون الله تعالى. أيها المسلمون، وفي قصة الخليل عليه السلام التمكين بعد الابتلاء، والإمامة عقب الثبات، وذلك ظاهر في قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فما هي هذه الابتلاءات التي ثبت عليها الخليل عليه السلام حتى نال الإمامة في الدين وخلد الله تعالى ذكره في العالمين، فأخباره تتلى في القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ أيها المسلمون، وإذا أطلقت كلمات الله تعالى في القرآن الكريم فهي تشمل كلماته الشرعية والقدرية، أي ما فرضه الله على البشر من الشرائع وما قضاه عليهم من أقداره سبحانه وتعالى. وإتمام الخليل عليه السلام لكلمات الله تعالى يعني عمله بشرائعه التي أنزلها، ودعوة الناس إليها، وجهادهم عليها، وتسليمه لأقدار الله تعالى، ورضاه عنه سبحانه بها. وقد تنوعت عبارات السلف الصالح في تفسير كلمات الله تعالى التي أتمها الخليل عليه السلام، ويجمعها شرائعه المنزلة وأقضيته المقدرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتلي أحد بهذا الدين
فقام به كله إلا إبراهيم. ومن تلكم الابتلاءات عباد الله التي ثبت فيها الخليل عليه السلام أن الخليل ابتلي بقوم مشركين يعبدون الأصنام، فدعاهم إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة الأوثان. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فلما لم يستجيبوا له حطم أوثانهم ليعلموا أنها لم تنفع نفسها ولم تدفع الضر عنها، فكيف يعتقدون أنها تنفعهم وتضرهم؟ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وحرك عقولهم قائلا لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ وابتلي الخليل عليه السلام بعزم قومه على حرقه حيا بعد تحطيمه لأوثانهم، فثبت وصبر واحتسب وقال: حسبي الله. فكفاه الله تعالى شرهم وبرد عليه نارهم فلم تضره شيئا. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وابتلي الخليل عليه السلام بصابئة يعبدون الكواكب، فناظرهم على ذلك وحجهم بأفول الكواكب وأفول القمر وأفول الشمس، فقطع حجتهم وتبرأ من شركهم وأعلن توحيده لله تعالى قائلا: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وابتلي الخليل عليه السلام بمفارقة قومه والهجرة من وطنه، فهاجر طاعة لله تعالى وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وقال لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهاجر من العراق إلى مصر، فأبتلي بطمع لفرعون في زوجته سارة لجمالها، ولكن الله تعالى نجاها من شره. ثم هاجر إلى مكة فوضع فيها إسماعيل وأمه، وقف إلى الشام وهو في هجرته الطويلة داعيا إلى الله تعالى، ثابتا على دينه موقنا بوعد ربه سبحانه. وابتلي الخليل عليه السلام ببناء البيت والأذان بالحج، فرحل من الشام إلى مكة لتنفيذ أمر الله تعالى والقيام به. فلما التقى بابنه إسماعيل قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، رواه البخاري. وأنزل الله تعالى في ذلك قوله سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم أذن بالحج وأقام المناسك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقام الخليل بما كلف به خير قيام، وابتلي الخليل عليه السلام بتأخره في إنجاب الولد، فإسماعيل ولد له وقد جاوز 80 من عمره، وما كاد يفرح به وقد بلغ مبلغ السعي والنفع لأبيه، حتى أمره الله تعالى بذبحه ابتلاء من الله تعالى. فأثبت الخليل عليه السلام أن محبته لله تعالى تفوق محبته لولد جاءه على الكبر وتعلق قلبه به، فلما هم بذبحه فداه الله تعالى وجاوز الخليل البلاء وأتم الكلمات. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فيا أيها المسلمون، استحق الخليل عليه السلام الإمامة في الدين لأنه وفى لله تعالى بدينه وأتم كلماته، فوصفه الله تعالى بالوفاء فقال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أمره الله بشيء إلا وفى به. وقال ابن كثير: فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد دعا الخليل عليه السلام بالإمامة لذريته من بعده، فاختصها الله تعالى بمن سار على منهج الخليل عليه السلام وأبعد عنها من حاد عنه. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فتبديل دين الخليل ظلم يبعد صاحبه عن الإمامة في الدين، وينال الإمامة من ذريته من تمسك بحنيفيته كما نالها الأنبياء من ذريته. قال الله تعالى فيهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ونالها الصالحون من بني إسرائيل ممن لزموا دين الخليل عليه السلام: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالشرط عباد الله في نيل الإمامة في الدين
التحلي بالصبر واليقين تحلى به الخليل عليه السلام. التحلي بالصبر واليقين الذي تحلى به الخليل عليه السلام في كل ما أمر به من الابتلاءات. وستبقى الحنيفية ملة إبراهيم التي جددها محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان. فمن اتقى الله تعالى وثبت عليها وصبر على الابتلاء فيها كان من أئمة الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوهم. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.